السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كلشي بخير؟ حضرتو شي حاجة للعيد؟ وجدتو شي حلوة؟ قاديتو شي حاجة؟ البارح كنعتذر ما حطيت لكم عاود حتى شي فيديو، لأن كتلاحظوا من الصوت ديالي يعني ماشي عادي. هذاك الرواح يعني متمكن تبارك الله، يعني هاد السيمانة ما نقولش لكم، مع الجو عندنا ماشي مستقر، يعني مرة بارد مرة سخون، ما كتعرفيش شنو تلبسي. هذا هو المشكل، ومنها كنقول للبنات يعني خصهم ينتبهوا لهاد الفترة هادي، خصوصا البنات اللي هنا في أوروبا وفي بلجيكا بالضبط. الجو عندنا شوية يعني مرة سخون مرة بارد، وهنا فين كيجينا هاد الجريب هكا وكيتمكن. مهم، غندوزو دابا باش نحضروا المائدة ديال الإفطار اللي حضرت، اللي بسيطة جدا كما كتشاهدوا. هنا جبت السردين لان صراحه كيعجبني، وهادو التوابل نقيته وغسلته. عندي فلفل احمر بودره، فلفل ابيض، كركم، كمون، الملحه، التوابل هادو اللي غادي نستعمل. عندي المطيشه مقطعه يعني دوائر، والبصله وقزبر والثومه والفلفل. اكيد غادي نرجعوا نشوفوا باش نشوفوا هكا المقادير والتتمه. كما لاحظتوا خديت قزبر ومعدنوز تعليم الثومه، غادي نطحنهم مع بعضهم يعني حتى يوليو رقاقين، ماشي بزاف. المهم كيطحنوا غادي نديرو في الفران، يعني مع ماشي بمقلي، ماشي على شكل مقلي، وانما بالصوص ديالو. المهم هذا طياب ديال المرض وديال الزربه، بغيت نتقاسم معكم الطابله اللي حضرت، كنتمنى انها تعجبكم. حويجات لي بساطين وأفكار بسيطة. أنا هاد يوم هاد الأيام يعني السردين ولا كيعجبني، وليت كنجيبو. جبتو جوج ديال المرات دابا في رمضان، جبتو المرة الأولى وقلت صافي خاصني نعاود نجيبو مرة أخرى، حيت سبق لي قلت ليكم بلي هو يعني السمك اللي كيعجبني بزاف، كيجيني بنين، ما نعرفش علاش، سبحان الله كل واحد والذوق ديالو. وغادا استعمل التوابل، وزدت عليهم صلصة الصوجة وزيت الزيتون كما لاحظتو، وفلفلة الفلفل الأحمر بودرة الحار، حتى هو درت منه واحد المعلقة، راس معلقة صغيرة، نص حامضة، لأن الحوت كيتواتى معاه الحار والحامض، والثومة يعني هادو أساسيات ديالو، حتى زيت الزيتون اكيد، والكمون وهادشي. يقول لي كل شيء. وزدت معلقه صغيره ديال الهريسه كما لاحظتوا. غادي نخلط جميع المكونات مع بعضها، كتكون شرموله لذيذه. وانا هاد السمك قسمته يعني القسمين، يعني الجزء الكتير درته في الفرن، واحد الجزء اللي بسيط درته حتى هو في الفرن بالحق على شكل مقلي، يعني غير بالشرموله ديالو دخلته الفران بلا حتى شي حاجه، يعني هكاك ناشف. غير درت لي معلقه ديال زيت الزيتون صافي. وخديت البصله قطعتها هكا شرائح طويله، كلكم ديروها دوائر، انا كتعجبني نديرها هكا. الفلفله راه مقطعها دوائر، والمطيشه حتى هي. هذه هي الخضار اللي غادي نستعمل في هذه الوصفه. خديت شويه من الشرموله ودرتها لديك البصله هكا. يمكن لكم ديروا حتى العويدات ديال المعدنوس ولا ديال الكرافس، حتى هما راه كيجيو زوينين. والبصله اكيد راه ما كتبقاش هكاك، راه كتولي دابله كتجيب كدير لنا صوص عاقد، وما كيحتاجش الماء بزاف لان البصله كتطلق داك الماء. وخديت شويه ديال الشرموله كنديرها في السمك، وكنحط عليه السمكه الاخرى بهذه الطريقه. هذا حتى نساليه كامل، وعاده باش ندوز باش نديرو نفرقو هكاك بشرائح ديال الطماطم اللي حتى هي كتعطي واحد المذاق للصوص او التعليكه لهاد المرق ديال السمك. يمكن لكم ديروا الرز معاهم حتى هو كيجي زوين، يعني كاين بزاف ديال الحوايج. الدجاج حتى هو كيجيب هاد الوصفه هادي. المهم انا بغيت نديرو خفيف لان ما كاينش حنا بزاف، ورمضان ما كاينش اللي ياكل هكا باش نديرو كثره ديال
وهنا درت شويه ديال الشرموله، كندهن بيها الفلفله غير هكا في صباعي بعد ما زينتها من الفوق. وخديت واحد المعلقه يعني متوسطه، درتها مع شويه ديال الماء غير شويه والملحه، وغادا نخويها هكا كصوص غير شويه وصافي. ده غير نص كاس ديال الماء. ومن بعد ما خويت المرق اللي يعني في مع الخضار وداكشي، خديت واحد المشوار هكا باش نمسح الجناب ديال المول، باش ما يدخل في الرم ميبقاوش في دوك، ما يوليش في دوك النقاط كحلين. وزينته بواحد جوج ديال الشرائح ديال الحامض. ومن بعد طبعا غادا نضيف شويه ديال الزيتون وغادا يعني التزيين في الاخر ديال الطياب. هنا غندوز باش نحضر العجين. عندي هنا كما لاحظتوا الدقيق الابيض الفينو، ومع وشي تقريبا نص كاس ديال النخاله، وعندي معلقه ديال السكر سنيده، الملحه، ومعلقه ديال الخميره، ونص كاس ديال زيت الزيتون، والماء الدافي. هاد العجينه هادي غادا نخرج منها يعني تقريبا غادا ندير منها بيتزا، ميني بيتزا صغيره يعني ما كانتش على البال غير حتى لاخر لحظه، وقلت غادا نتشطلي واحد شويه العجينه، قلت غادا نستعملها لان فيها زيت الزيتون يعني طريه وداكشي، والعجينه راه خفيفه درتها. وغادا ندير منه يعني خبز ديال المقله، درت منه ثلاثه ديال الخبيزات ديال المقله، ودرت منه الفوكاشيا يعني في الفرن، يعني قسمته الاقسام. وغادا ندوز دابا من بعد ما جنت العجينه وخليتها تخمر، غادا ندوز باش نحضر الفلون. غادا نديرو بالبنان اللي كيجي زوين ولذيذ. عندي هنا بنانة مقطعة، وليتر ديال الحليب، وعندي جوج ديال الساشيات ديال الفلون، وعندي جوج المعالق السكر. البنات السكر كيبقى حسب الذوق، يعني بالنسبة للناس اللي كيبغوا السكر راه جوج المعالقات هكاك راه ما كافينش، يعني يديروا لكم أكتر باش ما يجيكمش تحسوا به باسل. مي أنا اكتفيت غير بجوج المعالقات كافيين. وخديت خويت الحليب وهداك قطعت داك الموز درتو حتى هو، وغادا نطحنهم كاملين. وهنا بعد ما طحنت الحليب مع البنان، خديت واحد كسرونة اولا طنجرة صغيرة، كتوضعوها على النار وكتضيفوا داك الخليط اللي طحنتو كامل. الا كانت صاشيه واحده غادي نديرو 500 مليلتر، كانوا جوج ديال الصاشيات كبارين غادي نديرو اكيد اطرو ديال الحليب. وغادي نضيف دابا الفلون يعني الصاشيات بجوج. انا في الاخر درت لي ضفت شويه ديال اللوز، ما وريتوش لكم في الفيديو كيف اختياري، يعني اللوز كان هكا عندي محمر وداكشي، غير لحتو هكا عطاني واحد المذاق زوين فسط عجني على راسي وصافي. مهم كيجي زوين. كنبقاو نخلطو هكا حتى يسخن لينا مزيان الخليط، راكم عارفين كلشي كيعرف اكيد يصايب الفلون. ماذا الفطور ديالي بغيت نتقاسمو معكم وصافي، لكن جربوا الموز مع الفلون راه كيجي عجيب في المذاق ديالو. انا الصوت ديالي كنهضر عجبنيش، كيجيني الصوت ديالي كيرجع ليا في القراج ديولي. انا من بعد ما سخن ليا داك الخليط ديال الحليب مع الفلون البنان، خديت كاسات وعمرتهم هكا، وغادي نخليهم حتى يبردوا عاد ندخلهم الثلاجة تقريبا. المهم انا خليتهم غير ساعه كانوا واجدين. وغادي ندوز دابا باش نحضر الكفته مع ديك الفلفله وديك مطيشه اللي كانت شاطت ليا، ما بغيتش نضيعهم واستعملتهم هكا في الكفته. قطعت مطيشة شرائح صغيرة، والفلفلة حتى هي مع قزبر ومعدنوس. وعندي تقريبا هنا واحد 300 غرام ديال الكفتة، ماشي بزاف. ودرت ليها التوابل، فلفل أبيض، الكمون، المهم نتوما راكم عارفين الطريقة. غير أنا زدت ليها الفلفلة وداكشي، الفلفلة عطاتها واحد النسمة زوينة وكتجي لذيذة. وضفت شويه ديال الملحه،
يعني قلت بما انه هاد الفلفله شيطاليه وهاد المطيشه ما عنديش غندير بهم دابا، بغيت نديرهم شلاضه شويه. قلت لا نديرو كفته حتى الوليدات كيبغيوها هكا بصوص الطوماط وهذا. المهم راه كاينه فكره اخرى ديال الكفته اللي بغيتو تصيبوها وكدار ان شاء الله نبارطاجي معكم وصفات اخرى. الكفته في الطاجين كتجي بنينه. المهم هذه غير ديال الزربه تقريبا. هذا الفطور هذا يعني ساعتين ونص كان واجد لان كانت يدي هنا وهنا وهنا كما لاحظتم. بعد ما شرملت الكفته وضعت ليها يعني التوابل، يعني جزء من التوابل، التوابل كتوضعوا النص ديالهم في الصوص اللي غادي نطيبوا فيه او الشرموله ديال الكفته، والنصف الاخر كتوضعوا في الكفته يعني فيها هي نيت شويه ديال القزبره معدنوس و يعني الكمون والفلفل الابيض الفلفل الاحمر. انا كندير فيه حتى القزبر كيتواتى مع اللحم، قزبر مطحون. وهنا الكويرات من بعد ما قاديتهم غادي نحطهم نغلفهم ونحط داكشي جانبا وغندوز دابا باش لان العجينه خمرات بسرعه ما كتاخدش الوقت. غادي ندوز باش نقسمها. لاحظتوا كتكون العجينه طريه بزاف لان كما قلت لكم غنستعمل بها يعني حويجات هكا بطبوط وهداك بيتزا وداكشي كيبغيو الفوكاشيا كيبغيو العجينه تكون طريه، تكون طريه بزاف. دهنت يديا بشويه ديال الزيت وغادي ندوز باش نشكلها هكا. يعني كنقسم داك الجزء اللي بغا نستعمل في الميني بيتزا والجزء اللي بغا نستعمل في يعني بالخبيزات وبداك الخبز ديال الفوكاشيا. هنا كما لاحظتوا خديت جوج الخبيزات هكا ديال الفوكاشيا. انا هنا قسمت ربعة ديال الكويرات غنستعملهم الفوكاشيا لانها كتعجبنا. ودرت زيت الزيتون وحكيت فيه الثومه كما لاحظتوا هو اللي كندهن بيه من الفوق. هنا راه الثومه مع زيت الزيتون وكنضغط هكا. والطماطم وزيت الزيتون اللي غادي نستعمل كما لاحظتوا قاديتهم ودهنتهم بزيت الزيتون كما كتلاحظوا لانه كتبغي زيت الزيتون الفوكاشيا. يعني الا ما كانش فيها زيت الزيتون ما كتجيش اصلا، وهي وصفه ايطاليه. هنا راه هاد الطحين هاد العجينه هادي راه فيها النخاله، يعني يمكن لكم تدخلوا النخاله في كاع الوصفات. ورشيتها بشويه ديال الزعتر ودخلتها الفران ديريكت لانها كانت خامره. وغادي ندوز باش نكمل الكفته. وضعت الطاجين على النار ودرت زيت الزيتون ودرت البصل اللي مقطع رقيق. جات بنينه الكفته البنات لانني انا ديال الزربه قلت غادي ما غاديش تخرج ليا اليوم هادشي مع يدي هنا ويدي هنا والفران شاعل وهادي. قلت ما نضلش وقت قياسي. انا ما بديت الفطور هذا تقريبا حتى السبعة قالتولوت عاد باش بديت. كنت عيانه كنت جيت الوليدات مدرسه غير جيت وانا صافي تكيت ما بقيت قدرت نفيق. كان العيا مع الكريب اللي فيا وما كنعسوش بالليل بكري كيكون فينا العيا. وضعت الفلفله كما لاحظتوا والتوابل. التوابل هي نفسها يعني هنا غزيد غير الكركم هو اللي زايد على التوابل الاولى اللي وضعت في الكفته. وغادي نستفهم هكا من بعد ما شحرت ديك البصله مع الفلفله ومطيشه. غادي نقعدهم راه كتجي حتى بالبيض كتجي زوينه. وهنا كنت كنحضر الحسوه ديال السميده بالزعتر وحب رشاد اللي كتجي روعه في المذاق البنات ومزيانه مع انا كنت مريضه. وحب رشاد راه مزيان مزيان هكا النساء حتى الهرمونات راه مزيان. وزدت عليه من بعد ما غلى الماء زدت عليه السميده ودرت زيت الزيتون والفلفل الابيض وكنحرك هكا.
الزعتر ما غادي نضيفه حتى الاخير، هو وحب الرشاد، لان حب الرشاد غير كتوضعوه في الماء بسرعه كيتنفخ، يعني ما كياخدش الوقت. وهنا الخبيزات راهم كيطيبوا، ما بغيتش نعاود معكم يعني التكرار نفس الفيديو، وريتكم غير هذه اللقطه هذه. خبز المقله اللي كيجي روعه، انا حتى لاخر لحظه في الفطور عاده كنحضره، يعني تقريبا كتكون باقا ديك نص ساعه، هذا كيكون كيطيب، كنحطه فوق طاوله ديال الاكل، طبلة ديال الاكل كيكون سخون وكيكون باقي زوين. وهنا العجينه اللي كانت شاط ليا، واحد الطريف ديال العجينه، قلت شنو غندير بيه، غندير بيه هاد الميني بيتزا هكا على شكل قليبات، هادي بسرعه يعني هادي ماشي بيتزا، المهم غير هكاك. وصافي جاتني براسي، قلت العجينه ما تضيعش، شي حاجه ما تضيع، المهم نستغلوا كل شيء. ودرت ليها شويه ديال صلصه الطماطم يعني، و سميتو طون، وزينتها بالزيتون، ورشيت عليها شويه ديال الزعتر والفرماج محكوك، وغادي ندخلها للفرن. يعني راه يعني البنات راه غير من عجينه وحده، ويمكن لكم تذوقوا الطويبله ديالكم وتكون زوينه ومقاده ومتوله. لاحظوا راه هنا راه ما كاينش شي مكونات، اللي هي داك الشيء بسيط جدا. وهنا لاطا داك المول اللي دخلت للفرن ديال السمك، هذه الكفته كتجي، لاحظوا الصوص كيفاش كيجي خاطر وزوين، والفوكاشيا، وهذا يعني الفلون، والعصير ديال الليمون والخوخ اللي ما وريتوش لكم في الفيديو، صراحه ما كانش عندي الوقت كما قلت لكم ديال السرعه هادشي. وهذه الحسوه بحب الرشاد والزعتر، و يعني كتجي زوينه، وزيت الزيتون، يمكن لكم ديروا واحد المعلقه ديال زيت الزيتون الا بغيتو في الاخر، ورشيشه ديال الزعتر الا حبيتو، داكشي كيبقى حسب الذوق. والفلون اللي رشيت عليه شويه ديال اللوز، حتى هو يعني في الخليط ديالو في الاول كيجي زوين. والتمر طبعا، و يعني راكو عارفين الشباكيه وداكشي. وهذاك النصف الاخر ديال السمك، يعني ماشي النصف، غير شويه وصافي منه، درتو هكا في الفرن حتى هو بحال الشكل ديال المقلي. وهنا الفواكه، يعني حطيت لي كل واحد شويه، يعني السوريز وشويه العنب، وثلاثه الطريفات هكا ديال السويهله. المهم هذه هي الطاوله ديالي البسيطه جدا، افكار اللي بسيطه. انا هذه الطاوله ديال الكوزينه، هذه اللي كناكل انا، كلشي كيبقى ليا تما، يعني كناكل في ديك البلاصه، وفي نفس الوقت ملي كنسالي كندي ديريكت الماعن، كيكون قريب ليا كلشي. وعندي صالامونجي كاينه لتحت، يعني خاصني نهبط من الكوزينه، نبقى نهبط وعاد نطلع حتى ان شاء الله نهار 27، وندير لكم كسكسو، وغادي نحطو لكم في الطبله ديال صالامونجي ان شاء الله اللي عندي. ويمكن نتمنى ان الفيديو يعجبكم، وتقبلوا عليا وعلى الصوت ديالي، وكنشكركم كاملين. والبنات اللي مازال ما اشتركوش عندي في القناه، كنقول لكم ما تنساوش تضغطوا على الزر الاحمر الاشتراك، وتفعلوا الجرس الى عجبتكم القناه طبعا، وتبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر، والسلام عليكم.